السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده باذن الله هنتكلم على روماتويد ارثرايتس. هنبدا اول حاجه بكيس ستادي. دي واحده ست عندها 45 سنه، بقى لها شهرين بتشتكي ان هي عندها بايلاترال هاند وريست بين، وعندها كمان سويلنج ان هير فينجرز. الست دي بتقول ان هي كان عندها برضو سيميلر بين موجود في البولز اوف هير فيت، يعني برضو موجود في رجل في صوابع رجليها، وكمان عندها مشكلة ان هي it is hard to get going in the morning and feel stiff for hours after waking up، يعني العينة بتحس ان هي مخشبة الصبح وممكن تقعد ساعات بعد ما تقوم من النوم كده حاسة ان ايديها ورجليها دول مخشبين. العينة دي بتقول ان هي عندها increasing fatigue, unable to turn on off taps او حتى ان هي use keyboard at work without significant amount of pain in her hands. يعني الست دي بتوصف لنا ان هي عندها pain جامد جدا لدرجة ان هو عامل لها limitation of movement، لدرجة ان هي بتعرفش تفتح الكوبس بتاع النور او تقفله او تشتغل حتى على الكيبورد. في نفس الوقت she denies any infection before or since her symptoms started. ده يعني باختصار احنا عندنا عيانة في ميل عندها 45 سنة، عندها bilateral hand wrist pain و swelling في الفينجر، عندها hard to get going in the morning, feel stiff for hours after waking up, عندها increasing fatigue, unable to turn on off taps or use keyboard at work without significant amount of pain, وعندها denies any infection before this history. تمام، دي حالة مثلا ممكن تجي لنا، ويبقى الاسئله ايه هو الموست بروبل دايجنوز للعينه دي، ايه الديفرنشال دايجنوز ممكن يجي في دماغك، هاو تو انفستيجيت ذيس كيس علشان نوصل طبعا للديفينيتيف تريتمنت اند وات ار ذا لاينز اوف تريتمنت. ديت اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. و قبل ما نتكلم على روماتويد ارثرايتس بقى او نتكلم على الارثرايتس عموما، احنا لازم نفتكر كده مع بعضنا الجوينت النورمال كان عامل ازاي. الجوينت النورمال كان عباره عن عظمتين هيتقابلوا مع بعضهم لو في الطبيعي العظمتين دول قريبين من بعضهم، مع كل تانية وكل حركة اكيد هيحصل فريكشن ما بين التو انتس بتاعتهم، علشان كده ربنا خلق لنا ان فيه لايننج كارتريج وكمان في سينوفيال ميمبرين وحواليهم كبسول علشان هيبدأ يتكون هنا فلويد بسيط كده السينوفيال فلويد دوت، علشان يقلل الفريكشن ما بين الاثنين ويبقى فيه لوبريكيشن كده ويبقى فيه فريلي موفمنت. دي حاجة مهمة. العيانين بقى بتوعنا اللي احنا هنشوفهم ممكن يبقى فيه عيان بتوع الارثرايتس بالذات او الناس اللي هيبقى عندها جوينت بين، الناس دول اكيد ما بين بتوع الروماتولوجي وبتوع العظام الدكاترة دي ودي، هيروح لمين فيهم؟ علشان كده محطوط لهم شوية ديفرنشال دياجنوزز عشان نسهل الموضوع شوية علينا احنا هنمشي ازاي. في عينين ممكن يكونوا جايين بمونو ارثرايتس، يعني عنده جوينت واحد بس اللي بيوجعه، وفي عيان ممكن يكون جاي باوليجو ارثرايتس، يعني من 2 ل 4 جوينت بيوجعه، وفي واحد بيبقى جاي ببولي ارثرايتس. والعيان بتاع البولي ارثرايتس ده بيبقى عنده اكتر من 4 جوينت فيهم بين وتندرنس وفي ليميتيشن اوف موفمنت، عشان نقول ان عنده ارثرايتس. خليك فاكر دايما ان العيان اللي عنده مونو ارثرايتس اول حاجة لازم نعمل لها اكسكلوجن ان العيان ده ما يكونش سيبتك ارثرايتس، لان العيان بتاع السيبتك ارثرايتس اللي احنا عملنا له ميس دايجنوزيس، سيبتك ارثرايتس معناه ان في بكتيريا بتعمل بتاكل جوه في الجوينت بتعمل له ديستركشن. لو انت نسيت الموضوع دوت ممكن الجوينت ديستركشن يحصل بسرعة جدا اكتر من انت متوقع، ويبقى ده لوست جوينت ومحتاج يتعمل له ريبليسمنت، عشان كده دي حاجة مهمة وايه وبالذات في الاكيوت. وده ممكن برضو يبقى موجود مع حالات الجوت، وان كان الجوت مشهور ان هو بيبقى مونو ارثرايتس وموجود هيجي فين بالذات في اللارج او البيك 2 اللي هو الفيرست ميتاتارزو فارنجيال جوينت، دي واحده من مميزاته. بس ممكن برضو يبقى عنده سودو جوت، وممكن يبقى ده اكيوتوماتيك فيفر، ممكن يبقى تروماتيك، وممكن يبقى رايترز دي سورايتيك روماتويد ارثرايتس وهيموفيليك ارثرايتس، وفي ناس ممكن يبقى عندها بولي ارثرايتس، ممكن يكون فليتنج بولي ارثرايتس موجوده مع الاكيوتوماتيك فيفر، والبايوجينيك دي صعب شويه بس ممكن تحصل مع السالمونيلا،
وممكن يكون اللي عنده عنده سيستم كلوبس او سرايتك برضو او انكايلوزنج سبونديولايتس او جزء من لوكيميا او هيموفيليا. وممكن يبقى العيان جاي لنا بكرونيك مونو ارثرايتس وبرضو هي موجوده مع الانفكشن من نساج زي تي بي او الفانجس انفكشن، وممكن تبقى اوستيو ارثرايتس وده مشهور، ممكن يبقى جاوت وسودو جاوت، ولازم يكون ده ايه فاسكولار نيكروزس بالذات في الناس مثلا اللي بتمشي معانا على ستيرويد تريتمنت، ممكن يكون دي حاجه نيوروباثيك او حاجه تيومر. وممكن يكون العيان جاي بكرونيك بولي ارثرايتس زي روماتويد ارثرايتس او الجاوت، وده اشهر حاجه بقى يعني اشهر حاجه تعمل كرونيك بولي ارثرايتس هي روماتويد ارثرايتس احنا هنتكلم عليه النهارده. وممكن بقى الجاوت والسودو جاوت والاوستيو ارثرايتس والسورايتك والانكايلوزنج والسيستم كلوبس واذر كونكتيف تيشو ديس اوردرز ممكن يعملوا معانا كده. ايه اللي هيخلينا نقول ان العيان ده اكيوت او كرونيك؟ 6 اسابيع، قبل 6 اسابيع احنا في اكيوت، احنا بعد 6 اسابيع احنا كرونيك ديزيز. طيب ايه هو بقى الروماتويد ارثرايتس؟ دايما الناس من كلمه روماتويد ارثرايتس بيجي في دماغه ان ده جوينت ديزيز وخلاص، ولكن في الحقيقه الروماتويد ارثرايتس از ا سيستميك انفلاماتوري ديزيز اوف انون كوز. خلي بالك دايما ان هو سيستميك، وكلمه سيستميك ديت هي بتافكت من لي الجوينت، ولكن سيستميك دي هتخلينا نفكر ان ممكن يكون العيان عنده حاجات اكسترا ارتيكولار مانيفستيشن ممكن يكون جاي بيها. ليه احنا لازم نعرف روماتويد ارثرايتس؟ لان احنا هنشوف في السيمتومز بتاعته بعد كده ممكن يكون جاي بحاجه هيروح للدكتور بتاع الرمد او هيروح للدكتور بتاع نفسيه وعصبيه او رايح للدكتور جلديه، مع ان العيان في الاصل هو عيان روماتويد ارثرايتس. فعشان كده مهم قوي ان احنا نركز في كلمه سيستميك انفلاماتوري ديزيز دي او اوتو اميون ديز اوردرز. هو فعلا اهم ميزه فيه ان هو بيأثر على الجوينت وبيعمل كرونيك انفلاميشن في الساينوفيوم، وده بيؤدي الى ماسيف ارتيكولار ديستراكشن وممكن يعمل ديسابيليتي وديفورميتي فظيعه جدا. ومن هنا بتيجي اهميه روماتويد ارثرايتس ان العيان ده بيبقى محتاج مننا ايرلي مانجمنت علشان ما يوصلش للمرحله دي. واحنا زي ما قلنا انه لانه سيستميك فيبقى فيه مالتيبل اورجان واكس ارتيكولار مانيفيستاشن، وان كان الارتيكولار مانيفيستاشن هي الموست بريزنتنج سيمتوم. ومع ذلك على فكره احنا بنشوف ناس جايين لاول مره بحاجات اكس ارتيكولار مانيفيستاشن، وبعدين لما تبدا تاخد هيستوري وتجمع داتا من العيان هتبص لانه بيطلع روماتويد ارثرايتس. ايه هو الابديمولوجي بتاعه عشان هل هو مرض مشهور ولا لا عشان نفكر فيه؟ حوالي من كام من نص الواحد في المية من البوبليشن عندهم روماتويد ارثرايتس، اكيد ده حاجة كبيرة يعني كل يعني من كل واحد في المتين او واحد لكل 100 شخص عنده روماتويد ارثرايتس، اكيد دي نسبة كبيرة. وغالبا احنا متفقين ان الاوتو اميون ديزيز غالبا موجودة في الفيميل، فهو فعلا موجود في الفيميل اكتر من الميل، بس النسبة 2 الى 1. الايدج بتاعه غالبا ما بين 35 و50 سنه، ومع ذلك روماتويد ارثرايتس ممكن يظهر في اي وقت، وممكن نشوفه قبل كده وممكن نشوفه بعد كده. يعني ممكن نشوفه قبل 35 سنه وممكن نشوفه بعد 50 سنه، يعني الايدج ده مش هو ده الشرط، لا هو ممكن يكون موجود، وان كان على في الايدرلي هو الموضوع بيقل شويه والانسيدنس بتبقى قليله. يا ترى ايه الباثوجينيسيس بتاع روماتويد ارثرايتس؟ دايما علشان لو احنا عايزين نعالج مرض صح لازم نفهم الباثوجينيسيس صح. فهنفهم مع بعضنا ايه هي الباثوجينيسيس بتاعه الروماتويد ارثرايتس علشان نقول ازاي هنعمل التريتمنت للعيان ده. اللي حصل في روماتويد ارثرايتس ان احنا قبل كده قلنا ان الاميون ريسبونس كان بيمشي صح جدا، المفروض ان احنا عندنا في انفكشوس ايجنت، غالبا ده حاجه بكتيريال انفكشن او ممكن يكون فيرال. اللي حصل ايه؟ ان المفروض ان احنا عندنا فيه خليه اسمها انتيجين بريزنتنج سيل. الانتيجين بريزنتنج سيل دي خدت الاورجانيزم ده كسرته وحتت صغيره كده، وبعدين بتعمل له بريزنتيشن للتي لينفوسايت. التي لينفوسايت بتبعيه بتعمل ريسبونس صحي جدا ان هي بدات تعمل ستيميليشن للبي لينفوسايت عشان تكون لنا انتي بودي اجينست الانفكشن اللي دخل ده. المشكله بقى كانت موجوده فين؟ المشكله ان البي سيل بدا يحصل لها ستيميليشن، في كولوني من اللي حصل لهم ستيميليشن دي كان فيها ديفكتيف جين، كان في عندنا مشكله في جين. الجين اللي فيه مشكله ده بدا يخلي البي لينفوسايت عماله تطلع لنا ديفكتيف انتي بوديز، بتطلع لنا انتي بوديز بايظه. اما الجسم بيطلع حاجه بايظه او بيشوف حاجه بايظه ايه اللي بيحصل؟ شايف ان ده حاجه غريبه فبيبدا يكون ضده هو اوتو انتي بوديز. يبقى في عندنا اميونوجلوبولين اتكون بس ديفكتيف، فبيبدا الجسم شايفه حاجه غريبه فبيبدا يكون ضده تاني انتي بودي
ده فده انتي بودي اجينست انتي بودي تاني. هو ده مين؟ هو ده الروماتويد فاكتور بقى. يبقى جت من هنا فكره روماتويد فاكتور، ان ده اصلا انتي بودي اجينست انتي بودي تاني. فبيبداوا الاثنين، ده الواحد الديفكتيف انتي بودي ده بيبقى هو ده الانتيجين بتاعه، والاميونوجلوبولين اللي اتكون هو ده الاميونوجلوبولين بتاعنا. الاثنين بيمسكوا في بعض بيعملوا لنا اميون كومبلكس. خد بالك ان الاميونوجلوبولينز دي اصلا من الميتيولز الثقيله، فتخيل بقى ان في اثنين اميونوجلوبولينز لازقين في بعض ماشيين كده في البلود ستريم، هيبداوا يلزقوا في، يعني من كتر تقلهم كده هيبداوا بقى يلزقوا في حتت. ممكن بقى وهو ماشي يبدا مثلا يلزق على البلود فيزل وول، فبقت ايه بقى في حاجه غريبه لازقه في البلود فيزل وول، فالجسم شايف حاجه غريبه فيبدا يعمل انفلاميشن في البلود فيزل وول ويحصل فاسكولايتس. مثلا ممكن يبقى الاميون كومبلكس ده موجود بقى، تخيل في اي مكان، مثلا موجود في الاي، موجود في اللونج وهكذا. واحده بقى من الاماكن المهمه قوي اللي بيحصل بريسبيتيشن ليها هذا الاميون كومبلكس هي الجوينت. تمام، تخيل كده ان فاكرين شبه النورمال جوينت اللي احنا شفناه في الاول، تخيل ان في اميون كومبلكس جه لزق في النورمال على الساينوفيوم كده من جوه، بدات النيتروفيل في المكان ده شايفه ان في حاجه غريبه بدات تبقى موجوده في المكان ده، فبتبدا النيتروفيل تبدا تروح تاكل الحته اللي هي شايفاها غريبه دي اللي هو الاميون كومبلكس اللي موجود قدامها ده. النيتروفيل بقى عارفه وهي بتاكل، هي طلعت اللايزومال سيستم بتاعها عمال يكسر وخلاص، هيخلي بقى يكسر لدرجه انه يبدا يحصل ديستراكشن للكارتليج ويبدا ياكل في البون. وبعدين احنا عارفين ان الجسم بيبدا يعمل ريسبونس تاني ان هو يبدا يعمل نيو فاسكولاريزيشن عشان يكون نيو بون فورميشن، بس لما بيجي يكون بون المره دي ما بيكونش بون صح، يعني ما بيجيبش المكان اللي اتاكل زي ما كان في الاول، بيبقى ايه طالع مخرفش كده شويه، حاجه اسمها ايه بيعمل بانس فورميشن. البانس فورميشن او الحتت المخرفشه دي طول ما الجوينت بيتحرك وعمال يتحرك كده برضو عمال يحصل فريكشن ما بين الاثنين، فبيعمل مور دامج اند سو اون. علشان كده احنا بنقول ان الباثوجينز بتاعت الروماتويد ارثرايتس بيبدا الارتيكولار دامج يحصل ايرلي، علشان كده احنا محتاجين نعمل الناس دي تريتمنت من الاول خالص. طيب يبقى احنا عندنا كان في انتيجين هو مش معروف هو ايه، غالبا ده مايكروب عمل استيميليشن للتي لينفوسايت، بدات تطلع مجموعه من السيتوكاينز، واشهر سيتوكاين في الموضوع ده هو تي ان اف اللي هو تيومر نيكروزيس فاكتور، وهنخلينا فاكرين المعلومه دي لانها معلومه مهمه حاليا جدا في تريتمنت بتاع بعض العيانين دول. يبقى احنا عندنا المين ميديتور غالبا هو التي ان اف اللي بدا يعمل اكتيفيشن للبي لينفوسايت اللي عماله تطلع لنا الروماتويد فاكتور واذر انتي بوديز، عمالين يكون اميون كومبلكس وبيرسبيتيت في الجوينت ويعمل جوينت انجري، وعمالين يكون بانس فورميشن وهي نفسها تبدا تساعد على مور ديستركشن للبون وللكارتليج وهكذا. دي حاجه. الحاجه الثانيه عندنا هي الايه طيب برضو التي ان اف هيبدا يعمل استيميليشن لمجموعه من السيتوكاين الثانيه، ممكن يطلع انترلوكين 1، وعشان كده برضو واحد من الميديتورز مهم هوت اللي احنا هنتكلم عليها. هتعمل استيميليشن للفايبروبلاست للكوندروسايتس نيفل سيلز، عماله تطلع كولاجينيز وعماله تطلع اذر انزيمز، برضو هتساعد في البانس فورميشن وبدورها برضو هتساعد في مور بون اند كارتليج ديستركشن وفايبروزز وانكايلوزنج. طيب في نفس الوقت برضو هي ممكن تكون التي ان اف ده هيعمل في المكان بتاع الساينوفيال انجري ده برضو اندوثيليال اكتيفيشن عشان تطلع مجموعه من الادهيجن ميكيول، مش كلها هتعمل اكيميليشن لمور انفلاماتوري سيل في المكان ده، وعن طريق البيتل بروس فاكتورز برضو وبروستاجلاندينز اي 2 هتبدا برضو تعمل مور ريليز اوف كل اوف انزيمز يساعد برضو في البانس فورميشن، وبتبعي الحاجات دي كلها تؤدي في الاخر الى البون والكارتليج ديستركشن. عشان كده المعلومه مهمه جدا ان احنا بص الباثوجينس ده بادئ من الاول، عشان كده ما ينفعش نستنى على العيان، لا هو الستراكشرال دامج بيحصل ايرلي بيحصل لوس للكارتليج، عشان كده المفروض وده بيحصل في الفيرست مانس اوف روماتويد ارثرايتس، عشان كده لازم نبدا مع العيانين دول اداكو تريتمنت فروم ذا ستارت as early as possible when diagnosis has been confirmed، علشان نتاكد ان مش هيحصل تشو ديفورميتي. تمام، يا ترى ايه السيمتومز بقى اللي هيبدا يشتكي منها العيان دي؟ احنا اكيد متفقين ان العيان بتاع روماتويد ارثرايتس هيجي بيه ارثرايتس، وهنزود عليها شويه حاجات اكسترا ارتيكولار مانيفستيشن وحاجات هتبدا في الراديولوجي تظهر.
العيان هيشتكي بأرثرايتس، أول حاجة يشتكي بيها هو جوينت بين. الجوينت بين ده ممكن يبقى معاها هوتنس وريدنس وتندرنس، ويبقى معاها ليميتيشن اوف موفمنت طبعا عشان اللي عنده عرض ارثرايتس. الروماتويد ارثرايتس بيتميز ان هو بولي ارثرايتس، بس الميزه فيه كمان ان هو بايلاترال وسيمتريكال وبيقود السمول جوينت اوف ذا هاند. زي ما احنا شايفين كده العيان صوابع ايديه اللي هي البروكسيمال انترفرنجين جوينت، تحس ان هي مورمين كده شويه باينه هي في الصوره، والميتا كارب فرنجال جوينت، دولت اشهر جوينتس بتتاخد بروماتويد ارثرايتس. وهنلاقي ان في حاجه كاركترستيك في روماتويد ارثرايتس ان هو بيعمل اسبيرنج اوف ذا ديستال انترفرنجال، يعني اللي هو العقله الاخيره دي ما بتتاخدش فيه الجوينت بتاعها، ما بتاخدش في الناس اللي عندها روماتويد ارثرايتس. طب لو انت سبت العيان بقى، لو في الاول خالص ايرلي يا دوبك بس العيان كان عنده بين وسويلنج وخلاص، لكن لو احنا سيبنا العيان ليتر اون هيبدا يحصل جوينت ديفورميتي، لان خلاص هيبقى العظمايه عماله تتكسر والكارتش بتاعتها اتكسر، فبيبدا يحصل سبلكشيشن. فبنلاقي اشهر حاجه شكل ممكن نشوفه اللي هو الشكل بتاع الالنر ديفيجن، بتبقى ايد العيان معوجه كده بناحيه. لا ده كمان، ده ممكن كمان الصوابع نفسها يحصل فيها ديفورميتيز زي البيتينير ديفورميتي اللي هو شكل الصباع اللي احنا شايفينه ده، وفي شكل تاني اسمه سوان نيك، زي ما يكون صباعه بتبقى عامله زي ما يكون واحد ماسك شاكوش كده، وديت وممكن يبقى الصام بتاعه واخد حرف زد اسمها زد شيب صام. يبقى ديت اشهر ديفورميتيز ممكن تحصل للناس بتوع روماتويد ارثرايتس. المفروض طبعا احنا ما نسيبش العيان لدرجه نوصل للمرحله دي، لان احنا يبقى عملنا له ايه بقى، يعني هتدي له علاج فوروت. المفروض ان ده كان اهم كومبلين او سيمتومز عنده، واوحش حاجه ممكن تحصل يحصل له جوينت ديفورميتي. عشان كده لازم ناخد بالنا قوي ان نركز في العين بتاع روماتويد ارثرايتس، لانه هيبقى محتاج ايرلي مانجمنت. طيب احنا متفقين من الاول ان العيان بتاعنا مش بيجي بجوينت مانيفستيشن بس، ممكن يجيب كمان حاجات اكسترا ارتكولار. ايه بقى الحاجات السيستميك والاكسترا ارتكولار ممكن يجي فيها؟ السيتوكاينز اللي عماله تطلع دي عماله تخلي العيان عنده فيفر، عنده ويت لوس. السيتوكاينز عماله تطلع وعمال يحصل استيميشن للايميون سيستم، فده ممكن يعمل ليمفادينوباسي. وان كان الليمفادينوباسي في اي عيان انت بتشوفه في حياتك هو حاجه مهمه جدا، ولازم تاكسكلود ان العيان ده ما يبقاش ليمفوما، لان للاسف اللوكيميا والليمفوما من الحاجات اللي ممكن تجيب العيانين برضو بارثرايتس، وانت ممكن بقى تتلخبط ما بينها وبين اي حاجه ثانيه ممكن تعمل ارثرايتس، فدي حاجه مهمه. الحاجه اللي ممكن تحصل كمان في الناس بتوع الروماتويد ان تخيل اميون كومبلكس ده بيحصل له بريستيشن في السكن، فبيعملنا حاجه اسمها روماتويد نيديولز. ديت عباره عن يعني زي ما احنا شايفين كده، دي عباره عن بينليس نيديولز موجوده على الاكستنسور سيرفيس بتاعه الجوينت، مشهور قوي ان هي موجوده في الالبو، ممكن برضو تبقى موجوده على الريست. والروماتويد نيديولز دي احنا لما بنشوفها بنبقى عارفين العيان ده غالبا عنده بور بروجنوزيز، يعني العيان ده محتاج اجريسيف تريتمنت منك لان الديزيز بتاعه بروجريسيف شويه. في حاجات هيماتولوجيكال مانيفستيشن ممكن يجي بيها العيان بتاع روماتويد ارثرايتس. احنا عارفين من الهيماتولوجي ان الحاجات الكرونيك بتعمل انيميا اوف كرونيك ديزيز، فده من انواع الانيميا اللي احنا ممكن نلاقيها عند العيان اللي عنده روماتويد ارثرايتس. كمان العيان بتاع روماتويد ارثرايتس ممكن يكون عنده مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، ونوعها كمان ايرون ديفيشنسي من الكرونيك بلاد لوس. الناس دي اللي مفاصلها بتوجعها قاعده طول الوقت عماله تاخد في مسكنات، فاعمل لها جاسترايتس، ممكن يعملها بيبتيك السر ويحصل لها كرونيك بلاد لوس وندخل في مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. وممكن عيان روماتويد ارثرايتس اللي انت بتقابله يبقى عنده انيميا نوعها ماكروسيتيك انيميا، وده سايد افكت من العلاج اللي احنا بنديه، لان احنا هنشوف بعد كده الناس دي هتاخد ميزوتريكسيت ودي حاجه انتي فوليت، فالعيانين دول من الناس اللي احنا ممكن نشوف عندها ماكروسيتيك انيميا. يبقى اذا العيان بتاع الروماتويد ارثرايتس ممكن تشوفه عنده كل انواع الانيميا، وممكن على فكره يبقى عنده اوتو اميون هيموليتيك انيميا لان ده اوتو اميون ديزيز. دي حاجه. الناس بتوع الروماتويد ارثرايتس ممكن نلاقي عندهم ثرومبوسايتوبينيا، والثرومبوسايتوبينيا برضو في الناس بتوع روماتويد ارثرايتس من الحاجات اللي هي ليها باد بروجنوزز، يعني بتقول ان ده برضو بروجريسيف اند مور اجريسيف ديزيز ومحتاج تريتمنت كويس منك. اللي هنشوف برضو ان في الوايت بلاد سيلز ممكن يبقى فيه ليكوسايتوزيس شويه، ممكن تبقى نورمال، ولكن ممكن نلاقي في بعض الاحيان العينين دول ممكن يبقى عندهم ليكوبينيا في سندروم هنتكلم عليه دلوقتي كمان شويه. طيب العينين دول ممكن يجي لهم رينوزوفينما،
هو ايه الرينودز ده؟ الرينودز ده عبارة عن سيفير فازوس بازم بيحصل في الديجيت ارترز، فده بيعمل ايه بالور او بلوينش كالوريشن موجود في صوابع الايدين. بعد كده لما العيان بيحاول ان هو يدفي ايديه بتبدأ تبقى هايبريميك بس فيها بين. الرينودز فينومينا بتحصل بسبب الاميون كومبلكس اللي هو بيتكون ده، ممكن يعمل سيفير فازو كونستريكشن في البلود فيزل دي فيبدأ يدينا المانيفستيشن دي. الاي في الناس بتوع روماتويد ارثرايتس ممكن يبقى عندهم ريد اي من سكند ريجوبرن سيندروم، هنتكلم عليه بعد كده في محاضره ثانيه. وممكن برضو يبقى العيان دوت عنده كونجكتيفايتس ابيسكلرايتس، ده ممكن يبقى موجود. العيانين بتوع ورير شويه يبقى عندهم ريتينال فاسكولايتس. العينين بتوع روماتويد ارثرايتس برضو ممكن اللونج بتاعتهم يحصل لها افكشن، ممكن يطلع نوديولز زي بتاعه السكن كده، ممكن تطلع برضو بالمونر نوديولز. وممكن العينين دولت بتوع روماتويد ارثرايتس يحصل لهم انترستيشال بالمونر فايبروزيس، ممكن تحصل من الديزيز اتسلف، وساعات برضو بتحصل كسايد افكت من الميسفركسيت التريتمنت اللي هم بياخدوه. الهارت في الروماتويد ارثرايتس ممكن واللونج برضو من الحاجات بقى اللي هي البلوره، مشهور ان ممكن بيحصل بريكارديال افيوجن وبلورال افيوجن، دولت حالات فعلا احنا بنشوفها حقيقي. في يعني مثلا ممكن يبقى في عيان جاي ببلورال افيوجن وبيتحجز في اسم الصدر، وبعد مع الانفستيجيشن كده بيطلع ان العيان ده روماتويد ارثرايتس او حاجات تانية في الاوتو اميون ديزيز. البريكارديتس او البريكارديال افيوجن نفس الكلام كده. وممكن برضو رير شويه يحصل لهم كارديتس الناس بتوع روماتويد ارثرايتس. الكيدني من نفسها كده ما بتتخدش في روماتويد ارثرايتس، بس الكرونيك انفلاميشن اللي موجود مع الناس اللي عندها روماتويد ارثرايتس ممكن يعمل امايلدوزيس في الكيدني، وتلاقي عيان روماتويد ارثرايتس بعد مثلا 20 25 سنه بدا يبقى عنده لور لمب اديما ويعمل سيرم البومين يطلع قليل، والبروسترومبين تايم بتاعه نورمال يعني ما فيهوش حاجه هيباتيك، بس اليورين اس بتاعه في بروتينوريا ويطلع العيان عنده امايلدوزيس. في طريقه ثانيه بيبوظ بيها الكيدني في العين بتوع روماتويد ارثرايتس وهي المسكنات. طبعا المسكنات اي حد عنده جوينت بين سهل قوي انه يجيب مسكن، ودي حاجه بالنسبه له هتبقى حاجه مريحه، فهيبدا يستخدم المسكنات فتبدا تعمله انالجيزك نيفروباسي، ودي حاجه مهمه جدا احنا بناخد بالنا منها قوي في الناس دول. الجي اي تي في الناس بتوع روماتويد ارثرايتس هنلاقي ان العينين دي زي ما قلنا عاملين ياخدوا مسكنات، فسهل جدا يحصل لهم جاسترايتس وبيبتيك ألسر. الحاجه الثانيه ان برضو سايد افكت من الميستريكسيت، ودي حاجه احنا بننبه عليها ولازم نتابعها مع المرضى، ان هو ممكن يعمل اورال ألسرز، لا ده ممكن كمان يعمل حاجه اسمها ميكوسايتس، يعني يعمل سيفير انفلاميشن، ممكن يحصل فانجل انفكشن في الماوس، وممكن على فكره في الجي اي تي كلها برضو يحصل فيها انفلاميشن، فدي حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. النيورولوجيكال مانيفستيشن اللي عيانين على فكره بتوع روماتويد ارثرايتس ممكن يجي بريفرال نيوروباثي، ممكن مثلا عيانين نلاقيهم عندهم كاربال تانل سندروم، ريح الدكتور بتاع المخ والاعصاب او نفسيه وعصبيه، وفي الاخر بيطلع روماتويد ارثرايتس. ممكن برضو يبقى عنده بريفرال نيوروباثي في ايديه في رجليه، ممكن يبقى عنده فاسكولايتس مثلا في السيربرال بلود فيزل وتعمل له ستروك. انت ممكن تشوف عيان مثلا عنده 20 30 سنه عنده روماتويد ارثرايتس وجاي بجلطه في المخ. نفس الكلام برضو بالنسبه للهارت، يعني تخيل مثلا يبقى عيان عنده 20 30 سنه وجاي بمايوكارديال انفاركشن، ده بيحصل في الحاجات الاوتو اميون، واحد منها هو روماتويد ارثرايتس. وطبعا ده كله بيبقى بسبب الفاسكولايتس لانه ممكن يعمل انفلاميشن في البلود فيزل وول في اي مكان. تخيل مثلا ان الجي اي تي لو حصل فيها انفلاميشن للبلود فيزل بتاعتها وحصل فيها ثرومبوتيك ايفنت، ممكن العيان يبقى عنده ميسنتريك فاسكولار اوكلوجن وتخلي دايما عنده ريكرنت ابدومينال بين ريليتد للايتنج، وممكن العيان يبقى عنده بليدنج بالريكتم اند سو اون. يبقى دي حاجات سيستميك مانيفستيشن مهم جدا احنا ناخد بالنا منها في العيان بتوع روماتويد ارثرايتس. ده شكل روماتويد نيديولز والبالمونر نيديولز اللي هي العلامة البيضاء اللي احنا شايفينها في الاكس راي بتاع الشيست بتاع العيان ده. طيب احنا كنا بنقول ان في ناس من روماتويد ارثرايتس عندهم ليكوبينيا، الناس دي غالبا عندها حاجة اسمها فيلتي سندروم. فيلتي سندروم دي ناس كان عندها ادفانسد روماتويد ارثرايتس وعندها سبلينوميجالي وعندها ليكوبينيا، وممكن يبقى عندهم هيباتوسبلينوميجالي يعني، بس هو اكيد عنده سبلينوميجالي، ممكن بقى يبقى عنده هيباتوميجالي او لا، ممكن الانيميا، ممكن انه ممكن يبقى مايكروسيتيك او نورموسيتيك او هيموليتيك انيميا حتى. وساعات العينين دول بيجوا بانسايتوبينيا. الحاجه المميزه فيهم هو ان هو عين روماتويد ارثرايتس عنده سبلينوميجالي اند ليكوبينيا.
طيب يا ترى ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل للعيان بتاع روماتويد ارثرايتس؟ فكروا معانا كده، تفتكر ايه ممكن يحصل للعيان ده؟ العيانين دول ممكن يحصل لهم سيبتك ارثرايتس. العيانين دول في الروماتويد ارثرايتس مثلا لو خد حاجه مثلا زي الاتلانتو اكزيال جوينت، تخيل كده، وبدا يحصل فيه ديستراكشن، العيان حصل له ايه؟ حصل له سيرفايكال كورد كومبريشن، ممكن العيان يموت في ساعتها او يبقى بارابليجيك. حاجه مهمه قوي، زي ما قلنا ممكن يحصل اميلودوزس في الليفر او في الكدني، ممكن يحصل ديجيت جندرين من كتر الفاسكولايتس اللي حصلت في الديجيت ارتريس وعملت سيفير رينودز، ممكن العيان ده يحصل له كورينري فاسكولايتس او سي ان اس فاسكولايتس تخلي العيان يجي بستروك او يجي بمايوكارد انفاركشن. حاجه مهمه قوي برضو لازم ناخد بالنا منها في العيانين دول. الديفرنشال دايجنوزز، مين الناس التانيه اللي ممكن يجي لها سمول جوينت ارثرايتس او مثلا ارثرايتس اوف ذا جوينتس اوف ذا هاند؟ بما ان دي اشهر حاجه ممكن تيجي مع الروماتويد، الناس دي ممكن يجي لها تحصل معاها سيستميك لوبس، ممكن تيجي مع في نوع من السرايتك ارثرايتس ممكن يبقى شبه الروماتويد، ولكن السرايتك بعد كده اما ناخده في الناس اللي عندها سبوندوليو ارثرايتس هنعرف ان هم بياخد الديستال انترفرنشال جوينت والروماتويد ارثرايتس ما بياخدش الدي اي بي. في ناس ممكن يجي لها نودال ارثرايتس، في ناس بيبقى عندها كوندروكالسينوزيس، ممكن استيرو نيجاتيف ارثرايتس وروماتيك فيفر، ده كله ديفرنشال دايجنوزيس مهم للناس اللي عندها روماتويد ارثرايتس. طيب بما ان في ديفرنشال دايجنوزيس يبقى انا اكيد محتاج ايه بقى اللي يخليني امشي ان العيان ده هيمشي في سكه روماتويد ارثرايتس؟ مهم قوي قوي ناخد بالنا، انت عشان عايز شخص حد صح لازم تسمع هيستوري كويس جدا، لازم نعمل له اكزامينيشن، وبعدين هنطلب شويه انفستيجيشن تاكد لنا الفكره اللي جت في دماغنا. الناس ديت لو احنا عملنا لها انفستيجيشن، السي بي سي تفتكر بتاعه روماتويد ارثرايتس فيها ايه؟ على فكره ممكن تبقى نورمال، ممكن يبقى فيها انيميا، الانواع ممكن تبقى نورموسيتك او مايكروسيتك، ولو عيان ماشي على علاج ممكن تبقى ماكروسيتك، ممكن نلاقي فيه ثرومبوسيتوبينيا او لا، ممكن نلاقي فيه نورمال وايت بلاد سيلز، او ممكن نلاقي فيه ليكوبينيا في الادفانسد ستيج اوف روماتويد لو العيان عنده سبينوميجالي وليكوبينيا، وهنفكر في فيلتي سندروم. الاي اس ار والسي ار بي، الاي اس ار في العيانين دول غالبا بيبقى عالي، السي ار بي بتاع العيان بتاع روماتويد ارثرايتس غالبا طيب عايزين بقى نطلب شويه حاجات سبيسيفيك على ناحيه الروماتويد، فهنكتب روماتويد فاكتور والانتي سي سي بي، والانتي سي بي ده اللي هو ده الموست سبيسيفيك انتي بودي بالنسبه للروماتويد ارثرايتس، والاي ان اي في العينين دول ممكن يبقى بوزيتيف، ولو عملنا اكس راي هاند من الحاجات المهمه في الدايجنوز. واهم حاجه برده ما ننساش نعملها الناس اللي عندها اللي احنا شايفين عندها سمول جوينت ارثرايتس هو الاتش سي في، لان الاتش سي في في مصر مشهور وبيعمل روماتويد لايك ديزيز، فعشان كده من الحاجات المهمه في العينين دول، ده غير ان هي ممكن تفرق معانا في اختيارات التريتمنت. تفتكر دي تفرق ما بين اللي هي الانفستيجيشن في الروماتويد والازرق كونكتيف تيشو ديزيز، ولكن هل تفتكر ان الروماتويد فاكتور ده حاجه سبيسيفيك بالنسبه للروماتويد ارثرايتس؟ لا، الروماتويد فاكتور ممكن يطلع بوزيتيف في روماتويد ارثرايتس بنسبه 75 ل 80%، بس ممكن يبقى موجود في الجوجرين سندروم، وغالبا بنسبه يعني من 90 ل 100% هو موجود في الجوجرين سندروم، ممكن يبقى موجود في الناس بتوع السيستميك لوبس او الانفكتيف اندوكارديتس او الكرونيك هيباتايتس بنسبه 25 50%، ممكن يبقى موجود في ايدوباسيك بالمونري فايبروزس او تي بي بنسبه من 10 ل 24%، ممكن بعض عيانين الاوستيو ارثرايتس او السورايتك او روماتيك فيفر او الجات يبقى موجود بنسبه من 5 ل 10%، وفي بعض النورمال بوبليشن اقل من 5% غالبا اكتر من 70 سنه عندهم روماتويد فاكتور بوزيتيف. اذا روماتويد فاكتور از نوت سبيسيفيك فور روماتويد ارثرايتس، وده اللي خلانا رحنا دورنا على اذر انتي بودي اللي هو الانتي سي سي بي اللي هو انتي سايكليك سيركيوليتد بيبتايد انتي بودي، وده المور سبيسيفيك، ووجوده ممكن يبقى بادئ برضو ايرلي في الديزيز، ولكن هو بيقول برضو ان ده بروجريسيف ديزيز. اللي ممكن نشوفه في الراديولوجي بتاع الناس اللي عندها روماتويد ارثرايتس، ممكن في الايرلي كده في الاول ممكن تلاقي فيه ايه، لو احنا بصينا على الجوينتس كده هنلاقي فيه حاجه اسمها النارنج اوف ذا جوينت سبيس، تحس ان الجوينتس الفراغ اللي ما بينها يكاد يكون خلاص قرب يختفي، وفي حاجه اسمها بري ارتيكولار اسيوبينيا، لو شفت شكل العظمايه قرب الجوينت هتلاقي لونها بقى مسود شويه، ده معناها ان البون فعلا بدا يتاكل. طب لو بص على ليه بقى ان ديزيز، شايف كده في مكان فيه خلاص اروجن فعلا ديستراكشن حصلت في الجوينت، مش معقول احنا نسيب العيان بقى لحد ما نوصل للمرحله دي. طيب
عشان نسهل الموضوع على نفسنا، في حاجه اسمها criteria of classification of rheumatoid arthritis عشان نسهل شويه على بعضنا. في واحده من زمان كانت موجوده سنه 97 اللي هي كان فيها 7 items اللي هو المورنينج ستيفنس والارثرايتس في 3 او اكتر joints من small joint of the hand ويبقوا وارثرايتس وسيمتريكال وبايلاترال وروماتويد نيديول والروماتويد فاكتور بوزيتيف والحاجات بتاعه الراديولوجي. ودول لو كان موجود 4 من السبع دول كان بالعين بتشخص ان هو روماتويد ارثرايتس لو اتليست ده 6 ويكس. لكن نزل الكرايتيريا الجديده في 2010 بتحط سكور لكل حاجه، يعني مثلا الجوينت انفولفمنت ليه سكور من 0 ل 5، السيرولوجي سواء كان نيجاتيف او لو بوزيتيف او على الهاي تتر يبقى ليه سكور، الاي اس ار والسي ار بي نفسهم نورمال او اب نورمال ليهم سكور، والديوريشن بتاع الديزيز اقل من 6 اسابيع او اكتر من 6 اسابيع ليها سكور. وبنجمع السكور دوت للعيان، واللي بيجيب اكتر من 6 فيما اعلى العيان ده بتشخص ان هو روماتويد ارثرايتس. دي كلها حاجات بتسهل لنا شويه ان احنا شخص العيان بتاع روماتويد ارثرايتس. تمام، طب احنا شخصنا خلاص العيان وعرفنا ان هو عنده روماتويد ارثرايتس، ازاي هنبدا التريتمنت بتاعه؟ بالحاجات المهمه قوي في العيانين دول، على فكره العيانين دول عندهم بين جامد جدا، فهو اكيد محتاج منك سيمتوماتيك تريتمنت. السيمتوماتيك تريتمنت ان احنا لازم نعمله ريليف للبين، ده من حق العيان اكيد علينا، وده بيحصل عن طريق النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. واحنا عارفين طبعا ان من البريكوشنز المهمه بتاعتها ان لازم الكيدني فانكشن تكون كويسه، وهتعملها برده فولو اب للعيان، ولازم تفهمه ان دي حاجه انت مش هتمشي عليها على طول، وان ايه ولازم تراجعنا كل شويه في التريتمنت. وبعد كده العيان هيبقى محتاج ديفينيتيف تريتمنت منك اللي هي الديزيز موديفاينج دراجز اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. العيانين دول ممكن في بعض الاوقات يبقى محتاج سيرجيكال انترفينشن، بالذات لو كان في جوينت ديفورميتي ممكن مثلا نضطر نعمل العيان ده جوينت ريبليسمنت. العيان ده هيبقى محتاج ريهابليتيشن واكسرسايز علشان الجوينت ما لما بيبقى فيه بين العيان ممكن يعمل ليميتيشن ليه شويه فيحصل ديسيوز اتروفي، فاحنا محتاجين ان الجوينت ده نخليه دايما شغال ويبقى علشان يبقى كويس. وحاجه بقى من الحاجات المهمه اللي احنا هنلاقي ان هي غالبا محتاجينها في معظم عينينا بتوع الاوتو اميون ديزيز اللي هو سايكولوجيكال انترفينشن، لان غالبا احنا معظم عينينا في ميل وفي الشايل بينج بوريد وسوايرنج في السن، فدي مشكله شويه بتبقى شايله بقى هم ان هي لسه صغيره ولسه الدنيا قدامها. وطبعا الناس بقى بتفتح النت بتقعد بقى تقرا اول حاجه في الروماتويد ارثرايتس الناس دي وتشوف شكل الايدين، فبيبقى الموضوع فعلا في مشكله كبيره جدا. احنا بنشوف فعلا عيانين لوبس مثلا جايين قاريين على النت ان هم يحصل لهم مثلا رينال فيلير، ده دي ممكن حاجه اصلا تخلي العيان يوقف علاج. فعشان كده العيانين دول فعلا جزء من التريتمنت بتاعنا لازم يبقى سايكولوجيكال انترفينشن. طيب ايه هي المودالتيز اوف تريتمنت اللي احنا هنستخدمها؟ والله احنا في عندنا حاجه اسمها داس سكور او داس 28. ده سكور كده هتشوف العيان ده مايلد ولا مودريت ولا سيفير. المايلد ممكن يحتاج منك نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج، تمام، ودي برضه عشان تريليف البين، وهي في نفسها حاجات انتي انفلاماتوري. هنستخدم كمان البلاكونيل او الهيدروكين، دي حاجه كان زمان انتي مالاريال دراج، ولكن لان هو ليه اميون ميديليتور افكت فبدانا نستخدمه لانه بيعمل ستابلايزيشن لايزومال ميمبرين اللي هتطلع من نيتروفيل وعماله تاكل في الجوينت، فاكيد ليه دور مهم في العيانين دول. السلفاسالازين سمعنا عنه فين قبل كده، سمعتوه في الناس اللي عندها انفلاماتوري باول ديزيز، برضو من الحاجات اللي ممكن تستخدم في المايلد فورم اوف روماتويد ارثرايتس. الميزوتريكسيد ده هنلاقي ان هو موجود في كل لاينز اوف تريتمنت. الميزوتريكسيد ده بقى يعتبر احنا كده بنبدا ديفينيتيف تريتمنت للعيان اللي عنده روماتويد ارثرايتس، هنلاقي ان هو موجود معانا في الناس اللي عندها مايلد او مودريت او هتكمل بسيفير ديزيز هياخدوا ميزوتريكسيد. الميزوتريكسيد زي ما اتفقنا ده انتي فوليت بالحاجات اللي هي بتقلل برضو المكان بتاع او بتقلل الجوينت انفلاميشن، والميزوتريكسيت يعتبر حتى الان هو يعني ايه احسن علاج للناس اللي عندها روماتويد ارثرايتس. هنقول البريكوشنز بتاعته. الناس دي زي ما قلنا هو انتي فوليت، فانت محتاج جدا ان انت بعد العيان اول ما يبدا علاج بعد 3 اسابيع هنبدا نعمل له سي بي سي واي اس تي واي ال تي، وبعد كده ممكن نعمل له فولو اب بقى ايه لو احنا ماشيين كويس كمان 3 اسابيع كويسين خلاص ممكن نعمل مره كل 3 شهور ونبقى مطمنين على العيان عشان ما يحصلوش من الناس دي افكت واحنا مش واخدين بالنا. هناخد بالنا برده الناس اللي ماشيه على ميزوتريكسيت، مش شرط بقى نستنى لحد ما تحصل لها حاجه، لا يعني مثلا لو بدا يقول لي ان هو بيجيله ريكرنت اورال السرز بدا يبقى في
في فانجل انفكشن، لا خد بالك ان ممكن يكون هي دي مشكله العيان في الميزوتريكسيه. ادي رقم واحد. البلاك كونيل برضو من او الهيدروكين من الحاجات المهمه ان هو من الحاجات اللي ممكن تعمل ماكيولار توكسيستي. عشان كده احنا قبل ما بنبدا الهيدروكين بنقول للعيان يروح للدكتور بتاع الرمد بيبص على عينيه ما فيش اي ماكيولار انفكشن بنبدا، وبعدين مره بعد كل سنه بس انا هيبص عليه، وبعد كده ممكن نخليها كل 5 سنين لو احنا ما عندناش اي مشكله في العيان. طيب من الحاجات المهمه برضو، طب لو كان عيان عنده مودريت تو سيفير روماتويد ارثرايتس، احنا الميستريكسيد خلاص معانا ثابت، هنبدا نحط له شويه حاجات بقى. احنا قلنا ان من الامبورتنت ميدياتور كان الاي تي ان اف، عشان كده دلوقتي في علاج اسمه بايولوجيك ثيرابي، ده مونوكلون انتي بوديز انتي تي ان اف، وفي انواع ثانيه هي سولوبل انتي تي ان اف، دولت بنستخدمهم دلوقتي. تي ان اف العملي زايد قوي عند العينين دول، لا ده في حاجه هتمسك فيه وهتقلل خالص بقى الكاسكيد اللي كان تحته. فده يعتبر فعلا من احسن التريتمنتس الموجوده للناس اللي عندها روماتويد ارثرايتس. برضو الانتي انترلوكين 1 ليه بنفيت في بعض العيانين. الاهم حاجه بس الناس اللي هتبدا بيولوجيك ثيرابي قبلها لازم يروح يعمل حاجه مهمه، وهو سكريننج فور تي بي، لان ده لقوا ان هو من الحاجات اللي ممكن تعمل رياكتيفيشن لتنتي تي بي. عشان كده مهم قوي ان الناس ديت هتروح تاخد تريتمنت بتاع الايه قبل ما تبدا البيولوجيك ثيرابي، هيروح يعمل لنا التوبريكلين تيست والكوانتي فرونش اكس راي، ده كله فري خلاص هيبدا ياخد العلاج بتاعنا. الليفلونامايد برضو ده ممكن يكون ممكن نضيفه او يكون بديل للميزوتريكسيت في بعض العينين، لان الميزوتريكسيت برضو من الحاجات اللي هو حتى ممكن تخلي العين دايما عنده احساس فوميتنج او نوزيا، في ناس ما بتستحملوش فعلا، وهو بيتاخد حقنه مره واحده بس في الاسبوع كله، وبياخد الفوليك اسيد غالبا كل يوم ما عدا يوم الحقنه او ثاني يوم، او يوم الحقنه وثاني يوم، علشان طبعا نعمل ريبليسمنت الفوليك اسيد. فالليفلونامايد ده ممكن يكون بديل للناس اللي حصل لها مثلا ميستريكسيت توكسيستي، او مش مستحمله الحقنه، او في ناس مش راضيه تاخد الحقن فهنديها الليفلونامايد. مشكله بس الليفلونامايد برده ان هو من الحاجات اللي هيباتو توكسيك، فعشان كده مهمه قوي ان يبقى عيني على الاي سي والال تي بتاع العين. طيب الادويه دي كلها على فكره ما تنفعش في الحمل، علشان كده طيب لو عينه روماتويد ارثرايتس وقررت ان هي تحمل، هتوقف العلاج ده كله قبل الحمل بست شهور، وهتاخد بدلهم ايه بقى؟ الاسيسايوبرين. الاسيسايوبرين او اللي هو لو بنسمع من بعض العيان او بنحضر في العياده اسمه ايميوران، ده من الحاجات السيف اللي ممكن تتاخد، ده ايميونو سبريسيف دراج، من الحاجات السيف اللي ممكن تتاخد اثناء البريجنانسي للناس بتوع روماتويد ارثرايتس او اذر اوتو اميون ديزيز. الجولد ثيرابي خلاص دلوقتي مبقاش موجود، السايكلوسبورين ممكن يبقى بديل برده لل اميونوسابريسيف لو في اي مشكله فيهم، ده كالسيوم انهبيتور، وبرده ممكن تستخدم عين دولت الهيدروكين ممكن، وممكن في بعض الاوقات يبقى محتاج نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. طب احنا بقى ساعات بنشوف ناس جايه خلاص قاعده على جايبينها كده على ترولي او على كرسي، كل مفاصلها مخشبه مش عارفه تتحرك خالص، عيان عنده سيفير، او عيان انت عمال تحاول معاه في تريتمنت ومش متحسن تماما، اسمه ريفراكتوري روماتويد ارثرايتس. الناس دي محتاجه تاخد كومباينيشن المرة دي بأورال سترويد أو بالس، وممكن كمان نضطر ناخد سيفير إميون سبريسيف اللي هو السايتو اللي هو الاندوكسين. لو احنا خدنا بالنا كده، انا ما جبتش سيرة الكورتيكوسترويد خالص في الناس بتوع روماتويد ارثرايتس غير واحنا بنقول بس في السيفير او ريفراكتوري ديزيز. تفتكروا ليه؟ يعني هل في رول الجلوكوكورتيكويد في الناس دي؟ هنلاقي ان احنا للاسف بنشوف معظم عينين روماتويد ارثرايتس بيقول لنا ماشيين على كورتيكوسترويد، ودي حاجه غلط. الكورتيكوسترويد هي ليها دور انتي انفلاماتوري، ممكن تحط فعلا في بس عشان على ما باقي الاميونو سبريسيف دراجز تبدا تشتغل. ما تنساش انت ان هي اصلا من الحاجات اللي هي بتقلل الكالسيوم ابسوربشن وانكروبيشن في البون، فهي نفسها من الحاجات اللي ممكن تعمل اصلا تساعد على حدوث اوستيوبروزيس. طب هي العظمه بتاعه العيان فيها اوستيوبينيا جاهزه ومش ناقصه عشان احنا نكمل عليها كمان؟ عشان كده دي من المعلومات المهمه قوي ان احنا بندي الكورتيكوسترويد في وقت معين في الناس بتوع روماتويد ارثرايتس، ومش ما ينفعش يخلوهم ماشيين عليها كده طول عمرهم وخلاص. طيب يبقى الكورتيكوسترويد برده ممكن نستخدمها لما يكون برده عنده فاسكولايتس مثلا، عيان بدا يبقى عنده ثرومبوسايتوبينيا اوتوميوليتيك انيميا، يبقى هو ليها استخدامات معينه، لكن ما بيستخدمش كده خالص. الديماردز زي ما قلنا ميستروكسيت انتي فوليت، بس هناخد بالنا من الهيباتيك والبلمونري توكسيستي، الانتي مالاريا، الهيدروكين، من الحاجات اللي بتعمل استابلايزيشن للزومر ممبرين، وواحده من مهمه قوي ان احنا نعمل فولو اب للماكيولار افكشن، السلفازازين برده انتي فوليت، الجولد خلاص ما بقاش يستخدم
حاليا، ودي بنسلامين بمديت لينفوسايت فانكشن غالبا برضه مبقاش مستخدم حاليا الناس بتوع روماتويد ارثرايتس. يا ترى ايه هي الامبورتانت نوتس اللي عجبتكم في المحاضره؟ ممكن نفكر فيها شويه كده. تمام، اكيد في كل واحد في معلومه كده علمت في دماغه، ممكن نكتبها بقى في الكومنتات تحت واحنا بنسمع المحاضره، و هنحل بقى مع بعضنا كده شويه اسئله. هي ايه اصلا الاسئله ممكن تجي لنا على المحاضره دي؟ ممكن يجي لنا بروبلم سولفنج، حاله زي اللي احنا عرضناها في الاول، او ممكن نقول لك مثلا عيان كان عنده روماتويد ارثرايتس وبدا يبقى عنده سبلينوميجالي ليكوبينيا، يعني في وسط السيناريو بتاع الحاله عشان تقول لنا العيان ده هيطلع فيلتي سيندروم، او ممكن نقول لك ان ده كان عيان روماتويد ارثرايتس وبدا يبقى عنده لور لمب اديما وعنده وبدا يبقى عنده بروتينوريا عشان تفكر ان عنده ممكن يكون اميلودوزس، وممكن نجيب لك حاله ستريت فورورد خالص ان عيانه عندها سمول جوينت ارثرايتس وعندها مورنينج ستيفنس بيقعد اكتر من ساعه، وان العيانه ماشيه ستريت فورورد تكون روماتويد ارثرايتس، وايه الانفيكشن اللي انت هتعملها and so on. ممكن يجي لنا اسئله اي سي او، ممكن يجي لنا مثلا اكسبلين باثوجينيس اوف روماتويد ارثرايتس، ممكن نقول انيوميريك كلينيكال بيكتشر اوف روماتويد ارثرايتس عشان تتكلم على ارتيكولار واكسترا ارتيكولار مانيفستيشن، ممكن يقول لك قول لنا ايه هي الكومبليكيشنز، قول لنا الدايجنوستيك كرايتيريا، ولو جت غالبا هنكتب الكرايتيريا الجديده اللي هي بتاعت 2010 بالسكور بتاعها، ايه هي اللاينز اوف تريتمنت ممكن تديها للعيان بتاع روماتويد ارثرايتس، وايه هي الديفرنشال دايجنوزيس بتاعها. ممكن بقى نحل مع بعضنا شويه ام اس كيو. السؤال الاولاني بيقول the most common cause of chronic symmetrical adaptive peripheral arthritis is، هل هو روماتيك فيفر، هل هو روماتيد ارثرايتس، سيستميك لوبس، اتش سي في، سيرو نيجاتيف ارثرايتس؟ كرونيك سيميتريكال اديتيف بريفرال ارثرايتس غالبا تساوي روماتويد ارثرايتس. الروماتويد ارثرايتس بتختلف عن اذر ارثرايتس ان بينج، هل كرونيك بايلاترال سيميتريكال، يوني لاترال اسيميتريكال، افكت جوينت ابوف ذا ريست، رابيدلي بروجريسيف، بايلاترال اسيميتريكال؟ هي ايه؟ نفكر كده مع بعضنا. اكيد برافو عليكم، كرونيك بايلاترال سيميتريكال ارثرايتس. كرايتيريا اوف روماتويد ارثرايتس فيها ايه؟ ان في مورنينج ستيفنس 15 مينت بس بتافكت هاند جوينت اللي هو الميتاكاربوفانجين جوينت والبروكسيمال انترفانجين والريست، ان هي اسيميتريكال، ان في سبكوتينوس نديول انفليكسور سيرفيس، ان فيها ارثرايتس اوف اني تو جوينتس روماتويد ارثرايتس، واحده منها ان هي بتافكت هاند جوينتس ام اس بي بي اي بي اند ريست. As regard rheumatoid nodule، لو انا بشوفها في حد يبقى دي ايه؟ associated with bad prognosis، soft painful، لازم تكون موجوده في rheumatoid arthritis، موجوده على الفيكسور سيرفيس. rheumatoid nodule اكيد فعلا هي بتحمل bad prognosis، هي حاجه painless، مش شرط تبقى موجوده في rheumatoid arthritis وموجوده على الاكستنسور سيرفيس مش الفليكسور. فيلتي سندروم هو مين فيهم؟ rheumatoid arthritis splenomegaly وليكوسايتوزيس، ولا with leukopenia، ولا fever with normal spleen؟ اخترتوا ايه؟ اكيد الاختيار فعلا هو روماتويد ارثرايتس بلينوميجلي اند ليكوبينيا. One of the early signs and symptoms of rheumatoid arthritis is، هل هو الجوينت سبلكسيشن، جوينت بين، جوينت ديفورميتي، اروجن، هايبرمتيليتي؟ تمام، هو الجوينت بين ده الايرلي ساين اوف روماتويد ارثرايتس. True or false، روماتويد ارثرايتس فاكتور از سبيسيفيك فور روماتويد ارثرايتس، صح ولا غلط؟ تمام، اكيد المعلومه دي غلط لانه هو نوت سبيسيفيك، وشفنا ان هو ممكن يطلع في اذر ديزيزز. طيب as regard rheumatoid nodules it is associated with bad prognosis، صح ولا غلط؟ تمام، المعلومه دي فعلا صح ومحتاج aggressive treatment. complete، ايه هي الديفورمتي ممكن تشوفها في الهاند بتاع rheumatoid arthritis؟ ulnar deviation، بيجينير deformity، سوان نيك، زيت شيب سام. تمام، هي دي الديفورمتي ممكن نشوفها في العينين دول. ممكن برضو يجي لنا سؤال differential diagnosis of polyarthritis عموما. طيب في برضو احنا قلنا الناس بتوع روماتويد ارثرايتس كان عندهم ممكن يبقى عندهم فيفر، وممكن يبقى عندهم ليمفادينوباسي، وقلنا ممكن يبقى عندهم سبلينوميجالي، وممكن يجي لهم بيريكارديتس وبيوريسي وعندهم ارثرايتس. يعني ففي عيان برضو ممكن يجي بنفس الشكل ده، في عيان بيجي بفيفر وليمفادينوباسي وبيريكارديتس وبيوريسي وارثرايتس، وبنبقى احنا ماشيين زي ما يكون عنده هيطلع روماتويد ارثرايتس. بس ما بنيجي بقى نعمل له التحليل، ودي حاجات مميزه جدا للديزيز ده، ان انت لما بتعمله روماتويد فاكتور بيطلع نيجاتيف، والعملتي انت سي بي هيطلع نيجاتيف، والاي ان اي بتاع العيان ده بيطلع نيجاتيف، والعيان ده بيطلع عنده انيميا وليكوسايتوزيس،
والعيان ده اسمه adult onset still disease. بس علشان العيان ده كمان على فكره عنده elevated liver enzymes واحنا بما ان احنا قلنا ان هو جاي بفيفر فحاجه مهمه قوي ان احنا لازم نعمل الاكسكلوجن انفكشن مع كمان وجود الليكوسايتوز. فعشان كده الناس دي بتعملها فيدال وبروسيلا وتي بي. الناس اللي عندها لينفانوباسي بنخاف عليها شويه ان ممكن تكون مالجنسي، عشان كده بنسيرش فور مالجنسي في الناس ديت، لوكيميا لينفوما، خصوصا انهم عندهم ليكوسايتوزز او وانيميا. بالحاجات المميزه جدا للعيانين دول ان هو عنده فيفر بتيجي بتو بيكس في اليوم، يعني بتعلى مرتين في اليوم، وان بتوين ممكن يكون كويس. واهم حاجه بقى ان العيان ده بيجي له حاجه اسمها سالمون بانكراش، بيجي ده عباره عن فليتنج ماكيولو بابيلار راش، بيظهر في الوقت بتاع الفيفر وبعدين بيختفي تاني. دي حاجه فيري كاركترستيك جدا، يبقى العيان جاي بفيفر وراش بيظهر مع الفيفر وارثرايتس. مهم قوي ان انا افكر في الادلت اونستيلز ديزيز. بس في الحقيقه هو الادلت اونستيلز ديزيز هو ديزيز اوف اكسكلوجن، يعني لازم تتاكد ان العيان مش ماشي في سكه حاجه اوتو اميون ديزيز، ولا ينفع يبقى مالجنانسي، ولا ينفع يبقى انفكشن، وفي الاخر نقول ان هو ادلت اونست ديزيز. ممكن يجي على فكره في الميل او الفيميل عادي خالص، هو رير شويه يظهر في الادلت. هناخده احنا مع بتوع الاطفال اللي هو اسمه ستيلز ديزيز، والتريتمنت بتاعته هو نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج، بياخد كورتيكويد وممكن ياخد اميونو سبريسيف على حسب الحاله بتاعته.